كرمت جمعية أبناء النصر بحماه 23 طالبا وطالبة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء جرحى الحرب والشهداء بالمحافظة، وعدد من الجرحى ممن حصلوا على شهادة التعليم الأساسي والثانوي خلال حفل أقامته في منتزه الوراقة في مدينة مصياف. ضمن برامج جمعية أبناء النصر واستكمالا لأعمال المخيمات السابقة اللي كنا نقوم فيها بالسنوات الماضية، أقمنا اليوم فعالية بعنوان العلم سلاحنا. طبعا الهدف من الفعالية هو تكريم أبناء الشهداء المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية بكافة فروعها، بالإضافة إلى لحضور عدد من الجرحى اللي قدموا على الشهادة الإعدادية والثانوية ونجحوا فيها. عدد الطلاب الإعدادية 9 وعدد الطلاب الثانوية 14 والجرحى عددهم 2، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأولاد الأبطال. فعاليتنا اليوم باسم العلم سلاحنا مشان نحفز أولاد الشهداء والجرحى ليكفوا دراستهم ولنثبت للعالم أنه مو بس الحرب بالسلاح، الحرب بالقلم كمان. هذا فخر كتير كبير إلنا، وشهادته كان دافع إلي دائما على التفوق وعلى النجاح، وصابرت بهذا الطريق دائما لحتى الحمد لله بالشهادة الثانوية تفوقت وجبت مجموعة كتير حلو. وهو مفتاح النجاح، نحن لنا ثمر التعب. راح نكمل بهالمشوار ان شاء الله ونرفع راس بلدنا دائما، ومكملين ان شاء الله بالشهاده الثانويه بننال اعلى العلامات ونرفع راس بلدنا دائما ونحقق الانتصار يا رب العالمين. اكيد كان لي حافز كثير كبير لارفع اسمه واسمي طبعا، وفرحانه يعني. كانت شهاده والدي عطني دفع وعطني طموح لحتى اتفوق واحقق النجاح، وهذا التكريم كان له أهمية كبيرة مشان يزيد الطموح ويستمر التفوق. بدي أشكر جمعية أبناء النصر لهذا التكريم، وهذا التكريم كان حافز إلي، وإن شاء الله رح نضل نتفوق. صبت بلغم وأنا عم أشتغل بالأرض، وهذا الشيء ما أثر على حياتي، وبدي كفي دراستي وأخذت الشهادة. وأشار المتفوقون أن النجاح والتفوق هو وفاء لدماء الشهداء الطاهرة وجرحان الأبطال، فالعلم سلاح لبناء سورية الحبيبة. للأخبارية السورية علي شحود، حماه.